السلام عليكم. طبعا اليوم احنا في الكونسلية العامة لقرية تشاد، اليوم جينا عشان نشارك في الاستفتاء الدستوري، وزي ما تشوفوا دحين حتى القنصل نزل والشباب ما شاء الله، وحتى مشاركة نسائية، وخلاص ما بقي شيء على الفرز. والآن القنصل ونائب القنصل نزلوا يتفقدوا أحوال الناس اللي شغالين، ويعني هذا إن دل فإنما يدل على الشعب، وعي الشعب وإقبالهم على المشاركة في تحديد مصيرهم، مصير الدولة ومصيرهم هم كشعب. فهذه هي الديمقراطية، وهذه هي صميم الديمقراطية، أنك أنت تختار مصير دستورك ومصير دولتك بنفسك. والآن ما بقي شيء على الفرز. وطبعا اليوم آخر يوم على الاستفتاء في الخارج، تحديدا هنا في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، والمشاركة كانت جيد جدا. هذا كمان أحد الصناديق، تم فتح الصندوق مع المشرفين والشغالين على هذا الصندوق وعملية الفرز، وطبعا هذا العدد ليس بالقليل، فمشاركة كانت جيدة من الشعب أو الجالية الشعبية، و هكذا عملية الفرز إن شاء الله. طبعا هذا اليوم آخر يوم، وجاءت اللحظة الحاسمة. Okay.